أحلى كلمة عندنا بباب عمر، أحلى كلمة: يسقط بشار وبرصاص بشار. لا تمضي ساعة في سوريا إلا وتعج فيها الأحداث بين شعب أصر على الخروج من عبودية الاستبداد، وآخرون يرون في البقاء على النظام القائم خلاصا لهم من مصير. ثمة من يوحي لهم أنه قد يتشابه مع ما حدث في دول أخرى. لحظات وداع الشهداء ترسم أيقونة متفردة لكل شهيد. هنا في حمص التي ما فارق أهلها هتاف الثورة رغم عشرات يودعونهم يوميا، نعثر على كثير من تلك اللحظات. فهذه الأمهات لها قلب فارقها برحيل ابنها أو زوجها أو أخيها، لتشكو ضعفها من جائر صمم على إظهار وجهه القاتل بعد احتجاجات البلاد التي رد عليها بوابل من الرصاص وقصف للبيوت والمباني على رؤوس أصحابها. وهؤلاء ستة رجال في لحظات الوداع الأخيرة. الأمهات والزوجات تودع أزواجهن وأولادهن. ها هو حي بابا حمص يا بشار، الله يحرمك، ضيع عيونك. لازم تقدموا حي بابا عمر لسوريا، لشعب سوريا الأحرار. محافظة حماة لم تغب عن مشهدية الثورة، لا بل شهدت حملة أخرى شنها أمن النظام على ريفها في كفرنبودة لتسقط شهيدا على الأقل، بعدما عاثت خرابا في المنطقة بسبب المظاهرات التي خرج فيها الأهالي إسقاطا للنظام. تشيع شهيد محمود محمد قميرو 30/10/2011 كفرنبودة. الهيئة العامة للثورة السورية أفادت بأن من بين الشهداء من قتل بالرصاص، والبعض الآخر قضى نتيجة التعذيب أو متأثرا بجراحه. بدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن من بين الشهداء ثلاثة سقطوا برصاص قوات الأمن والجيش، حيث استشهدت شابة في حي درب علبة بمدينة حمص، ولقي شاب في حي الخضر مصرعه في المدينة نفسها، في حين سقط الشهيد الثالث برصاص قوات الأمن في قرية الغنطو بمحافظة حمص. وضمن مشهد بات شبه يومي، تخرج مظاهرات ليلية عدة في كل من حمص المدينة وباب عمر وباب هود بمحافظة حمص وفي دير الزور وغيرها من أنحاء البلاد، هتفت جميعها بإسقاط النظام. وربما كان بين هؤلاء مشاريع شهداء تودعهم أمهاتهم فداء لوطن مستعد.